في آخر أيام الملتقى الدولي للفلاحة، قطب تربية المواشي يصبح الوجهة المفضلة للزائرين من كل الشرائح العمرية والمدن، حلوا بالملتقى لاكتشاف المواشي المعروضة والتعرف على طرق التربية والتسمين. وليدات تيبغيو يكتشفوا، يشوفوا الحواله كي دايرين، يشوفوا العجوله تبارك الله كي دايرين، تيبقاو هما كيقوم متحمسين للسنه المقبله، هو تيشوف خصو يصور، خصو هادي يصور مع الماشيات، يصور مع شي عجل، يصور مع شي هذا، باش يكتشف حتى هو ويبان، يشوف الامور كيفاش دايره مزيانه. المهم كاين تبارك الله الخيرات كثيره، الحمد لله على بلادنا فيها الخير كثير. إذا كان عموم الزائرين هنا تلبية لفضول المعرفة، فإن المهنيين يستغلون الفرصة من أجل التعرف على آخر الأساليب في تجويد نسل الأصناف المعروضة، وبخاصة الأبقار المنتجة للحليب التي تعد أحد مصادر دخل الفلاحين. هم ديال الحليب جبناهم كنشاركوا بهم، جبنا الدروبات من المعرض باش نستافدوا. اليوم حنا كنشاركوا تقريبا بخمسة العجلات دائما في كل سنة، وكنا تقريبا من بين التعاونيات الرائدة في هذا المجال ديال تربية الماشية. وعرف قطاع إنتاج الحليب تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث انتقل من 1.8 مليار لتر في العام 2008 إلى أزيد من 2.25 مليار لتر في العام الماضي. ومرد ذلك التطور الذي يعرفه مجال التلقيح الاصطناعي الذي يساهم في ضمان تحسين نسل الأبقار والرفع من إنتاجيتها. بالنسبة لهذا المربي الأبقار الحلو، بالأساس إنتاج الحليب هو المدخل الأساسي، بحيث في إطار تحسين النسل عن طريق التلقيح الاصطناعي ومراقبة الحليب وكذلك الجانب الصحي، هنا تتوجه المربي الأبقار باش يكون عندهم واحد إنتاج حليب من ناحية الكمية وخاصة من ناحية الجودة، ناهيك على من ناحية الصحية، لقاش الحليب خصو يكون ذات واحد الجودة عالية. ويعرض قطب تربية الماشية أفضل الفصائل الحيوانية لقطاع تربية المواشي الوطني، ويشتمل على قسم خاص بالممونين يجمع كل الأنشطة البيطرية والخدماتية والجمعيات المهنية وكل التقنيات والتجهيزات المتعلقة بتربية المواشي.